السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة المحترفة. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس، واذا اعجبك الفيديو لا تبخل بضغط زر لايك وتعليق محفز فضلا وليس امرا. تابعوا الشرح. معانا اول ايردروب. هذا الايردروب سهل التسجيل فيه. تدخل اسمك بالكامل صحيحي، بعدين ايميل، تجيك رابط على الايميل تفعله، وبعدين تجي تسوي هاي المهام كلها. العملة هذه موجودة على كوان ماركت كاب، سعرها الحالي نازل بس موجودة حقيقية. الطريقة هنا يقول لك أول واحد بيفوز بياخد 30 دولار من عملة الإثريوم وتمانية مليون من عملة عملتهم، وتاني واحد ياخد نفس الشيء 30 دولار وخمسة مليون، وتالت واحد ياخد 30. بعد احنا ما يهمنا في المراتب الاولى لين 10، يهمنا الطب 500 نكون في الرانك، يعني 500. انا الحين الرانك حقي 188، باقي الايردروب 4 ايام يخلص. هنا تيجي تحط لهم لايك ريتويت، وهنا بعد لايك ريتويت وشير فيسبوك، تحط لهم يوزر نيم حق تويتر وبعدين فيسبوك. تخلص هالمهام كلها. انا هاي المهام ما سويتها لسه، بسويها بعدين، وتاخد رابط الاحالة وتروج. باقي له بس 4 ايام ويخلص، ويجيك على الايميل كيف طريقة التوزيع. يلا بينا على ايردروب تاني. ومعنا هذا الايردروب هو جيف اوي، يعطي 10 للمشتركين وينر 200 دولار من عملتهم. طريقة التسجيل فيه بس تدخل هنا جوان تليجرام. اول شي انا لسه ما سويت المهام، بسويها قدامكم. نروح نسوي فولو على تويتر، فولو، وبعدين نعطيه كونتينيو، وبعدين ريتويت. البوست هذا راح يظهر ريتويت، نضغط على إعادة تغريدة، بعدين نسوي continue. أنا ما تصح، وبعدين retweet نفس الشي. أنا هنا خلصت بعد المهام، باقي لي بس المهمتين بسويهم بعدين. يقول لك هنا great video، إذا سويت فيديو وطرشت له اياهم يعطيك 150 قطعة، 150 بوينت. وهنا يقول لك post or article blog، تسويها بعد 100 قطعة وتاخذ رابط الإحالة وتروج. ومعانا هذا الايردروب عبارة عن بوت تليجرام. أول ما تدخل تعطيه ستار من عملات أوسكار، تعطيه ستار وبعدين تحل الكاباتشا هنا، بعدين يقول لك فولو تويتر، تعطيه تويتر حقك الرابط حقك، وبعدين فولو على فيسبوك، بعدين الرابط حق الفيسبوك، وبعدين لايك انستغرام، فولو على انستغرام، بعدين يوزر حق انستغرام، بعدين ماي اثريوم والد، وبعدين بالانس. تاخذ 80 قطعة من عملتهم، تروج رابط الاحالة. وعلى كل احالة كم بيعطون؟ دقيقة، مش مبين كم على كل احالة. عموما يلا بينا على ايردروب تاني. ومعانا هذا الايردروب باقي له 92 يوم. طريقة التسجيل سهلة جدا، تروح على جوان سيرفيس، تسوي بياناتك كلها، ايميلك واسمك بالكامل الحقيقي والبلد والباسورد وكل شيء، وبعدين تروح على الواجهة. هذه الواجهة هنا يعطيك البالانس، وبعدين تيجي على التاسك، تسوي له فولو على فيسبوك،
نفس المهام، مثلا شيرون فيسبوك، سبسكرايب، كل هاي المهام تسويها تاخذ العملة بس يخلص بيتم السحب. ومعنا هذه المنصة مع البوت حقها، هذا هو البوت. نروح على المنصة، أول حاجة لازم تسوي الكيسي أبروف، أنا خلاص سويتها. وبعدين تيجي للمنصة هنا، تعطيه ستار، تحل الكاباتشا، وبعدين تسوي تليجرام جروب جوان، تويتر فولو اند ريتويت، وبعدين تسجل في المنصة. يقول لك هنا تويتر حقك، وبعدين هنا الايميل اللي تسجلت فيه بالمنصة، وبعدين تعطيه ماي اثريوم والد او ميتا ماسك او تراست والد، بعدين تراوج رابط الاحالة حقتك وخلاص. هنا رابط الإحالة تاخده تروجه. ومعنا هذا الايردروب، كنت شرحته قبل. أول شيء اللي متسجل معي وفتحوا السحب ويدراو، هنا أول شيء تسوي الكيسي حقك، وثائق الشخصية تفعلهم، هذا إثبات السحب. ألف من قطعة كوان كريم موجودة على كوان ماركت كاب، بنشوف سعرها الحين. عفوا، موجودة على كوان جيو. ننزل تحت، هذا كم سعرها الحين. نروح نشوف الأسواق اللي ممكن أحولها من الولد حقي إلى هنا. في ستيكس وفي بي تو بي، أي هاي المنصات اللي تعمل لهذا. المهم طريقة التسجيل سهلة جدا، اللي سمع تسجل يتسجل الحين ويفعل الوثائق، ويجي هنا يسوي هنا بالمهام، مثلا شير لينك اون ريديت، تروح تسوي كليم، بس تسوي البوست هذا، تسوي فيريفاي. وبعدين نروح على الداشبورد، انا احاول اسرع عشان ما يكون الفيديو طويل جدا. هنا كل يوم تسوي المهام هذه، كل يوم ديلي تاسك، تروح تسوي ديلي سينك كده. بعدين تيجي هنا تسوي فيزيت هذا الموقع، وبعدين نفس الشي فيزيت، وبعدين فيزيت، وهي رايحة. هنا الويدرو، لما حولت لألف قطعة هذا ستاتي سنت، خلاص يلا بينا على ايردروب تاني. ومعانا هذه المنصة، عبارة عن توكن بعد اس ام بي مع الايردروب حقتها. نروح على الايردروب، نعطيه نحل كاباتشا، وبعدين نسوي بأننا موافقين على شروطهم، وبعدين نجي نسوي هنا جوان تليجرام حقهم، وبعدين نسوي ريجستر في المنصة هذه، وبعدين سبسكرايب تو يوتيوب، وبعدين نجي هنا تحت يقول لك هنا كيف بتسوي تسجيل، تسوي دان، كلام دان دان. آخر شيء نجي نحط الوالد هذا اللي هو هنا، ننسخ هذا الوالد، نعطيه إياهم، وبعدين الإيميل اللي تسجلنا في الموقع هذا، وبعدين خلاص انتهينا. نحط لهم يوتيوب لينك حقنا وبلاس، تاخذ رابط الإحالة وتروج. هذا كان شرحنا اليوم. انا عندي قناة على التليجرام، وفي نفس الوقت جروب نفس الشيء، هذه قناتي، اللي يبغى يشترك فيها بخليكم روابط تحت اسفل الفيديو. وبعدين عندي هذا الجروب عشان تشاركونا روابطكم، كلنا نشارك مع بعض عشان كل يستفاد. وانا كل يعني دايما احط في القناة هذه حكتي، كل شيء احطه جديد يعني بسرعة، احسن من اليوتيوب عشان ما اكون فاضية دايما. عموما اشوفكم على خير ومع السلامة، شكرا.